الله يسعد مساكم كل خير. عرض جميل من باريستا ستور، المقهى الرائع في شارع البيبسي في الخبر. موقعهم في الخبر شارع الأمير فيصل بن فهد في شارع البيبسي جنب باتشي. باريستا كافي، أي قهوة عندهم، كابتشينو، موكا، لاتيه، بلاك كوفي ب10 ريال حصريا لكم. كله بس أبي خصم سعد الدوسي سناب الشرقية، قهوة العافية. يفتحون من 8 الصباح إلى 11 الليل بشكل متواصل حتى الظهر. فبدخل الحين بوريكم المشروبات اللي عندهم والمكاين. موقعهم الخبر شارع الأمير فيصل بن فهد شارع البيبسي جنب الوليمة جنب باتشي. اللي يحبون الموكا ب10 ريال، واللي يحب الكابتشينو ب10 ريال، واللي بيصحصح الأمريكانو ب10 ريال. اللي يحبون المشروبات الباردة لا يزعلون علينا، خلي كل المشروبات الباردة على 15. شوف أغلب أسعارها هنا على 20 ريال، برابتشينو على 15 ريال. اللي يحبون الانتعاش مع الكراميل مكياتو 15 ريال. وهذا الباريستا، هذا المشروب البارد الخاص فيهم اسمه باريستا. عندهم نكهات متعددة ومختلفة من النسبرسو. أي فاتورة ب270 من النكهات هذه تأخذ بوكس مجانا. نكهات كثيرة جدا هنا في أقوى الخصومات مع سعد الدوسري.